عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي الجريان كويزين. اليوم إن شاء الله نحضر معكم طاجين بالدجاج والخضار. أول حاجة درت هذاك الدجاج شريته ماريني مشيته واجد، أنا قطعت شوية فلفل أخضر، درت حبة بصل، شوية باذنجان، قطعت البطاطا على شكل دوائر وفرغتهم هنا في الفصول في البلاطو اللي راح نطيب به في الفور اوفن. زيد درت باذنجان، شويه فلفل اخضر، درت حبه بصل قطعتها كاسي، وزيد رميت هذاك الدجاج اللي ماريني شيتو واجد، درت شويه راس الحانوت، شويه فلفل كحل، شويه ملح، وزدت الزيت وخلطتهم كامل مع بعضهم، وزيد قطعت المعدنوس كما وريت لكم في المقادير. خلطت كامل المقادير مع بعضهم ودرتو في الاوفن. أكلة صيفية خفيفة جاتني بنينة ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوها. مدة الطهي 45 دقيقة. انا درت الزيت بس ما وريتولكمش المقادير، خلطت كامل المقادير مع بعضهم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، يكون خفيف ظريف وبالصحة والراحة، تخليكم على خير. باي باي، بسلامة، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.